اللعيبه، استغل اللعيبه علشان الاصابات وقدر يفوز بالاربع مباريات. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا بعد ما وصلنا للمره الخامسه من 6 مرات في نهائي افريقيا، ابتدينا كعاده النادي الاهلي بننتقل للدوري في 4 مباريات في 11 يوم، منهم سفريتين، مره اسكندريه ومره بلديه المحله. المحله وما ادراك ما التحكيم في الاربع مباريات، من ضربات جزاء ومن اهداف بتتلغي والى اخره. الراجل زي ما حضرتك تفضلت بيعمل عمليه التدوير، بيعملها بشكل رائع جدا. ابتدى يدخل العناصر زي محمود متولي، ابتدى يدخل اكرم توفيق بعد ما لعب جربه في كاس العالم كهاف ديفندر، بيديله كل الماتشات دلوقتي كهاف ديفندر، وكسبنا عنصر مهم جدا في وسط الملعب، عنده جهد بدني عالي جدا، عنده التحامات قويه، عنده سرعه بديهه في قطع الكوره، عنده تمرير، عنده كل ما هو بيتميز بيه كراجل مدافع، وبعدين بيكمل في الهجمات. بيبتدي واحده واحده بيدخل بقى ديانج، وبتبتدي بيدخل ياسر والى اخره. مفيش شك انه عمليه التدوير ديت بتريحنا كمتفرجين وكناس بتنتمي للنادي الاهلي، ان بنشوف الراجل وهو بيشتغل بوعي وبعلم من يوم ما جه لحد النهارده، بيدينا الاحساس بالشكل ده. مفيش شك انه ال 12 بونت دول في غايه الاهميه بالنسبه لنا. وبعد ما نخلص ان شاء الله افريقيا ونتوج بيها ان شاء الله بعون الله للمره ال 12، هنرجع للدوري تاني، وان شاء الله البطولتين هيكونوا من نصيبنا باذن الله تعالى. الراجل الحقيقه هو بيأدي عمله، بيأديه بنوع من العدل والاتقان، يعني في عدل وفي اتقان، وبعدين تغييراته دايما بيبقى فيها توفيق من ربنا. ينزل عمر يجيب جول ويعمل جول، محمود متولي يجيب جول ويعمل جول، يعني برضه جول بلديه هو حطها في العارضه وبعدين لفت ورجعت وراح لعبها، بيشوطها راحت لعمر، عمر شاطها راحت لمودست، وجايب جول الماتش اللي قبليه في الاستاد، جايب جول بدماغه وكان جول في منتهى الروعه. راجل بيأدي الواجب الدفاعي والهجومي وبيأديه بشكل رائع جدا. الراجل ده نفسيا مباراة الجونة، الراجل ده عالي جدا نفسيا بعد الغياب ده، وبعد الكلام اللي دايما بيطلع في بعض الصحافه في الاعلام ان الراجل ماشي وان الراجل كذا وان الراجل كذا. الحمد لله. خلي بالك من ضمن حمله الشائعات وانا بتكلم، زي موضوع مصطفى الشوبير والشناوي، يعني مين هيلعب مين هيكون متواجد، عايز اضرب استقرار الفريق، دايما العب في العناصر الاساسيه عشان اشتت الناس، وانا عندي الهدف الاكبر والتركيز هو مباراه الاهلي والترجي، فاخدك لمكان تاني ونقعد نتكلم وافك الفرقه. لا يقول لك هاي الامور، الفرقه ما تتفك، تفك فيه، تتفك عنده، لانه هو انت وانت بتشتغل كل لعيب عارف ان الكلام اللي بيحصل ده والجمهور عارف ان ده بيحصل. طيب هل التيم المنافس حد بيجيب سيره ان في حد هي ماشي؟ ده النهارده بتقرا مودست جاي له عرض بره، طب هيجي له عرض بره هيمشي دلوقتي يعني؟ ده موسم ثلاثة يعني، في موسم دلوقتي فيقول لك امام عاشور جاله عرض في السوق، ده الكلام ده ما بيسهقوش منه بقالهم سنه. امام عاشور من ساعه ما جه هم عايزين يمشوه وانه يرجع الزمالك. يعني انا يعني الحرب دي على فكره خلاص الناس يعني استوعبت، حتى جمهور الزمالك المحترم يعني برضه بعارف ان الكلام ده عيب ان هو يحصل في بلد بحجم مصر واعلام مصر، فما فيش شك كل المهاترات ديت اعلام فاسد، البعض اللي بيستغله ان انا بشتغل بشكل غير محترف، بغير باهواء ملهاش اي داعي من السلوك الرياضي، اللي دايما التنافس دايما بقى فيه تنافس رياضي بين الناس، بياخدوه في حته تانية. ولكن ولله الحمد بفضل الله ولادنا وجمهورنا بخير وادارتنا بخير ان شاء الله. من ضمن شائعاتها كابتن ماهر، وكانوا بيلعبوا